هذا الكتاب القصصي الجديد الذي يحمل عنوان تماسيح مصممة لقول شيء ما. بطبيعة الحال هذا العمل القصصي هو امتداد لأعمالي القصصية السابقة، لأنني أشتغل يعني على الكتابة بوصفها عمل مختبري وعمل يتطلب يعني دربة يعني قصصية ومشروع قصصي متكامل. بطبيعة الحال هذا الكتاب يعني الموضوع ديالو الرئيسي هو التمساح، لكن التمساح يحضر يعني كحافز يعني سردي او كموتيف سردي من اجل الحديث عن موضوعات اخرى ذات يعني دلاله سياسيه واجتماعيه وثقافيه، وكذلك يعني هو انفتاح على مرجعيات اخرى من ثقافات متنوعه، ثقافه امريكا اللاتينيه، اليابان، أوروبا، وتحديدا فرنسا، وكذلك يعني بلجيكا. طبيعة الحال هذه المرجعية يعني هي المحرك ديال أي كتابة قصصية من أجل يعني إقرار مرجعية يعني كونية، ولكن هذه المرجعية الكونية ينبغي أن تسبقها يعني مرجعية محلية، مرجعية مغربية، عربية، أمازيغية. لذلك يعني في الكتاب يعني تحضر كل هذه المرجعيات بشكل متجاور، وتحضر من أجل يعني نحت موضوعات يعني قصصية يعني يتداولها الجميع، ويمكن أن تمس جميع الفئات العمرية، الشباب، الشيوخ، الكهول، الأطفال. إذن هذا الكتاب موجه لجميع الشرائح، كل سيقرأه يعني بمنظوره الخاص، وكل سيشغل ذخيرته ومرجعيته من أجل الوقوف على المعنى القصدي الذي أحاول يعني نقله إلى القراء والمتلقي. التماسيح هي مجرد واحد حافز سردي، يعني في علم السرد نتحدث عن الحافز السردي، بمعنى يعني أنك تختار موضوع معين من أجل الحديث عن موضوعات أخرى يعني لا تتصل بشكل مباشر بالتمساح، ولكن تتصل يعني بالإنسان بشكل عام. لماذا؟ لأن في لسان العرب نقول التمساح من الرجال هو التمساح الكذاب، يعني هذه كلمة التمساح لا تخص الحيوان فقط، وإنما تخص حتى الإنسان، وهذا ما حاولت إثباته يعني في المقدمة، بمعنى أنني لا أتحدث فقط عن التمساح، وإنما تحدثت أساسا عن الإنسان، الإنسان الذي يتمساح والإنسان الذي يريد أن يتمساح وإلى آخره. يعني الموضوع ليس موضوعا يعني يمكن أن ندعمه يعني بالمعنى السطحي والمعنى يعني المباشر، يعني هناك معاني يعني أخرى. لذلك التمساح مجرد رمز للحديث عن أشياء أخرى. والإنتاج السابق هذا ربما هو الكتاب القصصي الثامن، يعني بعد يعني تقريبا 3 عقود من الكتابة الآن يعني نصل إلى هذا العمل الذي أعتبره يعني خميرة ولا ذروة التجربة القصصية. بطبيعة الحال هذه التجربة يعني مجرد محطة، وستسلوها يعني محطات أخرى يعني وأعمال أخرى يعني بفكر قصصي يعني مماثل، إن لم يكن أكثر يعني تطورا وأكثر تجريبية. والصحافة هي مهنة، أما الكتابة فهي شغف. لذلك أنا أدعي بأنني بدأت كاتبا يعني قصصيا، وانتهيت يعني صحافيا، ولكن الصحافة لم تستطع أن تأكل الكاتب فيها، وإنما دعمت هذه التجربة وأعطتها يعني أبعاد يعني جمالية أخرى. أنا أستغل الصحافة من أجل كتابة يعني مغايرة للمتداول الموجود.